يواصل منتدى الأمن والسلام في شرق الأوسط في مدينة دهوك أعماله في اليوم الثالث والأخير، وبوجود شخصيات عالمية، ومن المقرر أن يلقي رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني كلمته في جلسة حوارية. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا زميلنا بيوار داخاز من دهوك. أهلا بك بيوار، تفضل بيوار. نعم بيوار. نعم نوفين، مساء الخير. نوفين، يعني في هذه اللحظات بالذات يعني هنا لو الصورة تبدو واضحة، هنا حاليا خروج المشاركين من المنتدى، منتدى الشرق الأوسط للسلام والأمن المنعقد في مدينة دهوك بعد 3 أيام متواصلة من الجلسات الحوارية والنقاشية، من جلسات من قبل قادة سياسيين وخبراء محليين ودوليين حول عدة قضايا تهم الشرق الأوسط، تهم العراق وإقليم كردستان بداية، ثم الشرق الأوسط، ثم المنطقة برمتها في ظل التحديات السياسية الأمنية الاقتصادية، وإلى جانب التغييرات المناخية، هذه القضايا المهمة التي طرحت في الأيام الثلاثة الماضية مع اليوم. بشكل رسمي المؤتمر أو منتدى الشرق الأوسط للسلام والأمن المنعقد في مدينة دهوك انتهى. نوفين، يعني لو أتكلم باستعراض سريع لأحداث هذا المنتدى، يعني من حضور رئيس إقليم كردستان نيشيرفان بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قباط طلباني، إلى جانب عدد من القادة السياسيين من الوزراء في إقليم كردستان، ومن ثم الانتقال إلى المسؤولين في الحكومة الاتحادية من شخصيات هامة بارزة، نائب رئيس مجلس النواب العراقي، مستشار الأمن القومي العراقي، وأيضا سياسيين لهم تأثير في العراق. أما على المستوى الدولي والعالمي، أيضا كان هناك حضور واضح للشخصيات، من كبار الشخصيات ومن كبار دول العالم، من بينهم أو أبرزهم بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا الأسبق ووزير الخزانة في بريطانيا السابق، وأيضا وزير الثروات الطبيعية في تركيا، وزير الزراعة في تركيا، إلى جانب باحثين من مختلف دول العالم، حيث بلغ عدد المشاركين إلى أكثر من 80 دولة. في الجامعة الأمريكية في كردستان، وأيضا هنا في قاعة المؤتمرات في جامعة دهوك، عقدت جلسات ومحاور هذا المنتدى. كانت هناك مواضيع مهمة، كانت هناك آراء مختلفة، لأن المميز في هذا المنتدى إنه يجمع الآراء المختلفة هنا في هذا المكان، وأيضا في ظل ما تشهد المنطقة من توترات أمنية ومن صراعات ومن أمور أخرى، لكن يعني يحاول القائمون على هذا المنتدى من تحويل دهوك أو جعل دهوك بؤرة لاستقطاب الشخصيات السياسية أو كبار السياسيين هنا في دهوك، وأيضا إلى ارتقاء هذا المنتدى إلى مستوى المنتديات أو المؤتمرات التي تقام في العالم، دافوس، ميونشن، أو المشابهة لهذه الأسماء. يعني توصيات من هذا المؤتمر سوف يتم رفعها إلى المعنيين والمختصين، لأن هذا المؤتمر كان يضم عدد من الخبراء وأيضا القادة السياسيين. يعني بالمجمل هذا هو استعراض سريع للمنتدى في الأيام الثلاثة الماضية. زميلي بيوار داخاز، شكرا جزيلا لك، كنت معنا مباشرة من دهوك.